بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي المشاهدين، وحشتوني جدا، بقالنا اسبوعين تقريبا ما شفناش بعض، بس النهارده انا جايه لكم بمفاجاتين. اول مفاجاه هي طبعا كل واحد فينا بيبقى عنده حلم، احيانا كده بيركنه على الرف، يعينه في درج المكتب، يعني على ما يفتكره مشاغل الدنيا والولاد والحياه بتاخده وينسى حلمه. النهارده بقى جاي لكم بالمفاجاه الاولى، هي برنامجنا الجديد جدد حلمك. جدد حلمك ان شاء الله يبقى موسم حلو كده مع بعض، زي ان شاء الله الحمد لله الموسم اللي فات ما نجح، باذن الله النهارده كمان الموسم الجديد ده هننجح مع بعض باذن الله. جاي لكم مبادره جميله، المبادره دي من اسم البرنامج، يعني احنا برنامجنا جدد حلمك، فبالتالي النهارده مبادرتنا جدد حلمك لاي حد نسى حلمه، سواء كان فنان، رسام، مطرب، منشد، اي حد، سباح، رياضي، صاحب مشروع عايز يكبره، اي حد يقدر يشترك معانا من خلال المبادره اللي رقمها هيظهر على الشاشه، وتتواصلوا معانا وهتكونوا احدى ضيوفنا ان شاء الله في برنامجنا جدد حلمك. بس مش دي المفاجأة الكبيرة، المفاجأة الكبيرة أنا معايا العزيزة الجميلة مذيعتنا الهايلة سارة شاهين. سارة حد كده راقي جدا، خلوق، أنا مش هتكلم عنها كتير، هي إن شاء الله اللي هتشوفوه كده من خلال برنامجنا هيقول لكم مين هي سارة. أجدد الترحيب بسارة وأقول لك إزيك يا سارة. إزيك يا وجدعة، عاملة إيه؟ الله يخليك يا حبيبي. بجد كلامك يعني بسطني جدا وأنا مبسوطة. لا إزاي ده بجد، أنا ما أنت عارفة. ربنا يخليك يا رب. الله يبارك. أنا مبسوطة جدا إن بقيت جزء من البرنامج ده، وإن شاء الله أنا أي مكان بتحط فيه لازم بكون بساعد حد فيه. ان شاء الله من برنامجنا ده احنا قررنا ان احنا نساعدكم كلكم، ان كل واحد كان عنده حلم قرر ان هو ينساه او ما قدرش ان هو يحققه، انا بالطاقه الايجابيه اللي هوصلها لك من البرنامج هنا ان شاء الله هترجع تجيب حلمك من الدرج ان شاء الله، وده احنا واثقين فيه على فكره. اول حد معانا انا اخترته هي حد كده صغنون ولكن جبار. يعني شاطر شاطر خالص جبار. يعني انا تقريبا اول واحده هي اثرت في حياتي، انا اول واحده انا اتاثرت بيها في حياتي. حسناء اليوتيوبر الشهيرة تقريبا معظمنا عارفها، قناتها من بيت حسناء. النهارده قررت ان هي تفصح عن سر من اسرارها في المطبخ وتورينا طريقه الفراخ المقرمشه، وهديها الفرصه ان هي تشرح لنا بقى وتاخد مكانها. ازيك يا حسناء، عامله ايه؟ الله يسلمك يا ساره. قبل ما حسناء تتكلم لازم نقول حاجه. اتفضلي. انت قلتي حسناء اثرت فيكي جدا. احنا كنا بنقول قبل ما نطلع هوا ان انت حضرتك في العيد بتبقي في بعمل المانيكير. مانيكير وبتاع، فماما بتقول لك يا ساره يا ريت تشتغلي في البيت شويه، ففتحتي القناه بتاعت حسناء عشان تشجعك. حقيقي والله. ايوه، لازم برضه نقول هي ازاي اتاثرت فيكي. والله انا لما جيت فعلا اول ما اتجوزت خالص كان فكره ان انا امسك شقه من اولها لاخرها دي بالنسبه لي صعبه، بلس ان انا ما بعرفش. لا بس انت قد ودود. صح. بلس ان انا كمان ما عنديش حته ان انا اجيب حد يعمل، انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. صحيح. وبكون متقنه فيها، فلما كنت ببقى مكسله كده ومش عارفه اعمل ايه بروح فاتحه قناه حسناء. أيوة. وجايبها جنبي واروح جايبه كل اللي في الدولاب وكل اللي في المطبخ واقعد اخد منها افكار. حقيقي طاقه ايجابيه برجلين بامانه. بجد اولا كده اقول لكل حبايب قلبي اللي بيشوفوني دلوقتي، وساره طبعا قبل اي حاجه نقول كده الاول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكرا يا ساره ان انت استضفتيني النهارده، هي بجد كلمتني وقالت لي حسناء انا مش عايزه غيرك، ده في حد ذاته بجد يعني شرف كبير ليا، وكان لازم اكون قد المسؤوليه واكون موجوده هنا النهارده. وشكرا شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي وساندتني، شكرا لكل متابعين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. انا عارفه ان انتوا دلوقتي فاتحين الحلقه عشان تشوفوني، فده في حد ذاته بجد يعني هم باي باي. هم شايفينك دلوقتي. انا كمان بعمل باي باي لان انا طلعت لايف معاها، وتقريبا هبقى وجه جديد في قناه حسناء ان شاء الله. واحلى وجه طلع عندي في القناه طبعا. يلا بقى ورينا انت هتبداي بايه، وعرفيهم سر من اسرارك وتكتك في المطبخ. قبل برضو ما هبتدي تاني هقول لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله وباذن الله هعمل لكم كده الفراخ المقرمشه في البيت، يعني بص بقى جايبه لكم خلطات جديده جدا، يعني تكه واحده كده هتعمليها في الفراخ
ولا هتحتاجي ان انت ترصي كده قدامك في المطبخ اطباق كتير وتاخدي كده من كل حاجه معلقه وترجعي تنسي حاجه فالدنيا تتلخبط معاكي. جايبه لكم النهارده حاجات بسيطه جدا وحاجات ان شاء الله باذن الله يعني تكه بسيطه كده هتبص تلاقي الاكل خلصانه معاكي. انا حاسه انا عايزه اكل. لا وخاصه كمان ان الوجبه اللي هتعملها حسناء النهارده يعني تقريبا كل اطفال اي بيت مصري بيعشقوها حقيقي. بس هي هتعملها انضف ان شاء الله. لا ده الحاجه اللي في البيت حاجه معموله في البيت بتبقى يعني جودتها بتبقى عاليه اكيد صح. الحاجه اللي معموله في البيت مش زي الحاجه اللي بره. الحاجه اللي بره انت ما انتش ضامنه الفراخ ديت نظامها ايه صحيح تمام. احنا بقى ولكن احنا دلوقتي وعايزين نشوف حالا. احنا مش بتوع كلام. هعمل لكم كل حاجه يلا يعني حاضر. حسناء هنعمل فراخ مقرمشه. هنعمل فراخ مقرمشه تمام زي بتاعه المطاعم بالظبط. وهعمل لكم برده الرز الريزو او الرز البني او الرز المبهر حسب انتم ما بتقولوا عليه. ولكن اهم حاجه دلوقتي ان انا اطلعه لكم زي ما انتم بتاكلوه من بره بالظبط. بعد كده سلطه اول حباب حسناء كتير معانا مداخله من الاول كده. الو 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 ايوه مين معانا؟ انا ايمان يا حسناء. عامله ايه؟ الحمد لله يا ايمي يا حبيبتي. انت اللي عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك يا ايمي. شكرا ليكي يا حبيبه قلبي. فرحانه جدا اني شفتك والله. تستاهل كل خير. ربنا يعزك. ربنا يعزك يا ايمان يا حبيبتي. انت جميله جميله جدا وربنا يكرمك ان شاء الله من واسع. يا رب. تستاهل كل خير بجد ان شاء الله من افضل لافضل ومن احسن لاحسن يا حبيبتي. يا رب يا ايمان. طول ما انتوا جنبي ان شاء الله وباذن الله وبتدعموني وبتدعوا لي ان شاء الله هوصل معاكي لانك تستاهلي كل خير. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ايمان. وصوت الفرحه باين في صوتك وحسناء فرحانه ومش عايزين نربكها. ومكسوفه واحنا عايزينها بسرعه تلحق تقول لنا اسرار من اسرارها قبل ما الحلقه تخلص وما نعرفش اي حاجه. نورتينا نورتينا حبيبتي يا ايمي. مع السلامه. يلا يا حسناء نبدا مع بعض. اول حاجه كده هعمل لكم الفراخ المقرمشه عشان خاطر تلحق معانا عشان وقت البرنامج. تمام. اول حاجه معانا هنا فراخ متقطعه قطع كده زي ما انتم شايفينها قطع صغيره جدا. واهم حاجه ورقم واحد ان الفرخه بتاعتنا تكون كيلو صغير. كيلو ما تزيدش عن الكيلو تمام عشان خاطر تستوي معانا. لان انتوا عارفين طبعا ان الحاجه دي هتطلع من الخلطه هتستوي على طول مش ان هي بقى ايه هنسويها والكلام ده. الفراخ يكون حجمها صغير تكون كيلو ما تزيدش عن الكيلو وننغسها كده بالسكينه بحيث السكينه بوز السكينه يوصل للعظم. نفتح الانسجه بتاعتها. ايوه بالظبط كده. نفتح الانسجه ونوصل السكينه للعظم بحيث لما تيجي تسوي الفراخ ما تلاقيش العظميه عندك حمراء فيها دم. انا فعلا كان عندي سؤال في النقطه دي حسناء بقى وانت بتتبليها. تمام. هو في ناس بتقول لازم تسلقها او تبقى مسلوقه. لا هي ما بتتسلقش. اي حد يقول لك الفراخ المقرمشه اللي بتيجي من بره بنسويها ما تصدقش الكلام ده. احنا يا جماعه معانا المقادير على الشاشه. بصوا بقى كده تقدروا تصوروها. اسهل معانا المقادير على الشاشه حسناء. نبدا نشتغل بقى. اول حاجه معانا خلطه جوستو للفراخ المقرمشه الحاره تمام. الخلطه ديت ايه نظام الخلطه دي؟ الخلطه دي عامه بتحتوي على كل حاجه ممكن تتخيلوها. يعني زي ما قلت لكم من بدايه الحلقه ان انا مش هقعد بقى ارص اطباق جنب كتير على الرخامه على رخامه المطبخ والاقي نفسي نسيت حاجه فارجع تاني اقول الخلطه باظت مني. يعني مش هحط ملح؟ ملح لا. بصي هنحط ملح للدقيق بس. طب يعني الخلطه الحاره دي في منها بارد؟ طبعا في منها حار وبارد. اكيد لازم يكون في منها نوعين. مقدار معلقتين مثلا بالظبط كل يعني. ده مقدار معلقتين بالظبط على كوبايه ميه بندوبهم كويس جدا وبعد كده بننزل بيهم على الفراخ بتاعتنا. مش هنحتاج بقى ان احنا نضيف اي حاجه هي الخلطه بس. هي لونها حاسه ان هي زي ما بشوف كده اما اجي افتح الفراخ من جوه بلاقي لون كده جوه الفراخ زي أورنج. هو ده بقى أورنج. هو ده اساس الخلطه باينه من بره اورنجي كده. بس اهم حاجه نقلبها كده كويس وبعدين الريحه وصفة. انا مش قادره مش عايزه رغم ان الريحه بعيده عني خايفه اقول والله الناس تفتكر بنبالغ. لا انا شامه ريحه حالا الفراخ المقرمشه زي ما بشمها في اي مطعم بالظبط. بس كده ننزل بقى على الفراخ بتاعتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا كده شغالين. طبعا يا جماعه نبيتها لو عملناها قبلها بيوم هيكون افضل. ما انا لسه هقول لهم الكلام ده دلوقتي ان احنا المفروض الخلطه بتاعتنا اصلا ديت لما نحطها على الفراخ الفراخ بتاعتنا تبات فيها اقل بالزبط. حاجه خالص 6 ساعات اقل حاجه لو انت مستعجله 6 ساعات. شايفه معايا ماجده لونها؟ بصوا لا جميله رهيب. انا واقفه فاتحه
بمسك كده بمسك كده الفراخ زي ما انتوا شايفين، بغطسها في الخلطه وبايديا بقى بصوابعي الحلوين دولت، وابتدي كده ان انا ادخل الخلطه في الانسجه بتاعت الفراخ تحت الجلد كده براحتي خالص. تمام، وافتح كده الفراخ احط الخلطه فيها كده زي ما انتوا شايفين الكاميرا جايبه لكم كل حاجه اهوت. برافو عليكي. نقول كده واحنا شغالين بسم الله الرحمن الرحيم عشان الحاجه ربنا يبارك لنا فيها. سؤال يا حسناء، اتفضلي. طبعا ما بنشيلش الجلد لان لا 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 الجلد ما بيتشلش. الجلد ما بيتشلش، هي دي مش صدر فرخه، ده احنا بنعمل فرخه كامله. مش بانيه يعني، ده بالعظم بنزيد. ايوه طبعا فرخه كامله. بصوا بصباعي كده بضغط اهوت، شايفين بدخل ايدي من هنا كده بضغط، ببتدي ان انا ادخل الخلطه. ضمن ان كل انا اعتقد مفيش حد بيتفرج علينا دلوقتي مش مستفيد ومنبهر زي ما احنا منبهرين. لا ده انا هزيتكم انبهار دلوقتي. جميلة جميلة. بص بقى بعد كده ده كيس اساس الخلطه، سر الخلطه ديت في الكيس ده. بنعمل ايه؟ بنحطها كده تمام، بنعبي الاول. انا اعتقد عاملاها علشان خاطر تخلي النكهه جوه الكيس ما تخرجش. لا وكمان لسه كمان هتحط الكفر الخارجي، الكيس ده هيساعد. انا هظبط لكم الدنيا دلوقتي. اللي هي مش عايزه تقول السر برضه، احنا بنحط الحاجه محتفظه هنا، هي هتعمل مشروع لنفسها تقريبا. هتنافس البراندات العالميه. احنا بنحط الخلطه في الكيس هنا تمام، وبنحط الميه دي كلها. انا هحتفظ معاكم بقطعتين عشان اعملهم معاكم على الهواء. تمام، انا شايفاها كمان محضره. انا يعني لو تسمحي لي حسناء اوريهم. اتفضل. بصوا حسناء بعد اذنك تعالي جوه شويه كده. بصوا الفراخ اللي حسناء محضراها طبعا عشان وقت الهواء. ده هنا دي فراخ انا محضراها معايا. ممكن الكاميرا بس تفلوس معايا اهيت. ها شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي جميله. دي هنزلها في الزيت تاخد لون بس واطلعها. انت حطيتيها في كيسه ليه يا حسناء؟ لازم تتحط في الكيسه كده عشان الكيسه ديت بتحافظ على الفراخ، بتخلي الفراخ تشرب النكهه. وغير كده النكهه بتاعتنا فيها شطه، فالشطه ديت فيها مكونات وعامل يعني اساسي في المكون ده بيدخل بيخلي الانسجه بتاعت الفراخ تشرب الخلطه بتاعتنا. تمام، فهي الخلطه يعني مش هقعد بقى اقول لكم هي سر ومش سر، ولكن هي الخلطه ديت يعني ما شاء الله حاجه كده. يعني اللي عايز يعرف الخلطه يعني ده انا يتصل بجوستو، هو كان اصلا سبونسر او معلن عندنا في البرامج في البرنامج، تقدروا تتصلوا بيه تجيبوا منه الخلطه دي. يعني براحتكم. بصوا بقى حطيت هنا في الكيس. معانا مداخله يا جماعه حبايب حسناء كتير. الو الو، انا بنت وايده مامي ساره. اهلا اهلا، ازيك يا مدام وايده؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ انا ماما. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي حبيبتي مدام هويده. الدنيا كلها حبيبتي يا مدام هويده والله. حبيبتي والله بيوصلك سلامي اكيد. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. كلمي يا ساره. يعني انا ساره وليكي انتوا تسعدوا كل خير. الله يخليكي يا حبيبتي. بتقول لك منوره الدنيا كلها. ما تحبيش ابدا. انا ممكن استغل البرنامج ده واقول لك ان انا بحبك جدا حبيبي. وربنا يخليكي ليا، ولو طولنا اكتر من كده هعيط وهبوظ الحلقه الاولى. لا 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 حبيبتي ياسر، الف الف مبروك يا حبيبتي. ربنا يا رب دايما كده من تقدم لتقدم يا ساره. امين يا حبيبتي. استاذه ماجده حبيبتي. حبيبتي يا مدام هويده والله حبيبتي. ربنا يخليكي حبيبتنا كلنا. خير والله. الله يخليكي يا حبيبتي. انا هجيت مبخره واجي ابخرك. الله يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. كلك زي يا مدام هويده. تعملي في الكفر؟ كلك زي. ربنا يا رب يوسع عليك ومن حيث لا تحتاجي. يا رب. اللهم يا حبيبتي الله يخليكي. احلى دعوه والله، احلى دعوه حبيبتي، ما نتحرمش من دعواتك ابدا. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي بقى هحط هعمل الكفر بتاع الفراخ. انا زي ما قلت لكم وعدتكم في اول الحلقه ان انا هعمل لكم الفراخ المقرمشه زي اللي انتوا بتجيبوها من بره بالظبط. تمام، هنا بقى الدقيق. دلوقتي انا هعمل لكم الكفر الخارجي بتاع الفراخ. صراحه لو لقيت الكفر ده حلو هسقف لك. لا هتسقف لان هي دي الوحيده. لا هتسقف. اولا انا هسقف لها الحاجتين. ها، اولا لانها شاطره جدا في المطبخ، ربنا يخليها. ثانيا لان برغم سنها الصغير الا انها حققت نجاح كويس جدا 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 رغم سنها الصغير. ربنا يخليها. وده دافع لكل ست بيت عايزه تعمل اي حاجه هتقدر تعملها. حسناء يا جماعه عملت شغل من بيتها، وده على فكره هدف من اهداف البرنامج، ونجحت وما شاء الله. يعني انا ما شاء الله يعني تبارك الله، مش عايزه اقول عدد المتابعين معاها ما شاء الله. لا لا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى يا جماعه عشان ما يفوتكمش التركه اللي انا عملتها ديت، حطيت الدقيق بعد كده حطيت عليه في حدود معلقه صغيره ملح، بحيث عشان ايدي بس ما تنزلش،
بحيث الملح اللي احنا حطيناه ده مش عشان الخلطه، انا قلت لكم الخلطه دي فيها ملحها فيها التوابل بتاعتها فيها كل حاجه، الملح اللي انا حطيته عشان الدقيق فقط مش عشان اي حاجه. انت معايا هنا؟ انت يا اسراء يا هاجر يا اسراء يا ساره حطيتي اسفه معلش والله مصممه ان انا مصممه اختك هاجر انا بحب هاجر انت عارف يا ساره انت حطيتي الفراخ في القلايه انا حطيت الفراخ اللي حسناء اوريدي مجهزاه علشان احنا بس ثلاث ارباع تسويه ما يتهوش مننا احنا حطينا الفراخ يا ساره. بصوا الفراخ لو حتى بصيتوا عليها يعني كامله وتعرف تجيبني الفراخ لسه يعني الكفر بتاعها ما خدش قرمشه. ايوه فاحنا هننزلها في الزيت تاخد بس لون ونطلعها. بالظبط على فكره انت ممكن يعني بالمناسبه تحتفظي بيها بالشكل ده في الفريزر لمده بالزبط. شهر او شهرين ده اللي انا عملته بالظبط عشان وقت الحلقه فجهزت الفراخ من الفريزر المفرزه ممكن نحطها لا لا لا, لا لازم تفك خالص لازم يعني دي تركايه برضو. بالظبط اي حاجه اصلا لازم تطلع من الفريزر لازم نشوفها. ساره شاطره ازاي في المطبخ عشان محدش يقول عليها حاجه مش تقولوا لي مش بتنظف البيت لا الست بتطبخ وممتازه يعني انا حماتي بتتفرج علي لا حماتها على فكره متابعاني حماتها متابعاني لا الست يعني بصراحه ممتازه شاطره جدا جدا يعني احنا مش انا وعدت حماتها وقلت لها ما تقلقيش احنا هنرفع راسك في الحلقه دي والله انا حاسه البرنامج بقى يعني عائلي حقيقي ودي بالنسبه لي احسن حاجه على فكره بصراحه اتصالها النهارده يعني لا ورفع روحنا المعنويه ودينا طاقة إيجابية ممتازة بصراحة والله هو ده اللي احنا عايزينه ان احنا نحس ان احنا جزء منكم وانتم جزء منا وان شاء الله كل واحد قرر يبدأ حلمه ونكون احنا وراه ومعاه بإذن الله. احنا على فكرة ما عادش معانا غير أربع دقايق احنا عايزين نعمل هنطلع الفراخ اهي نعمل الفراخ وعايزاكي كده يا بقى بصوا يا جماعة معلش معاكي يا حبيبتي بصوا عشان بس الفراخ بتاعتنا عشان اوريها لكم الاول عشان وقت البرنامج الفراخ اهيت بيتناها ليله كامله في الثلاجه في الكيس في الثلاجه حطينا الفراخ في الثلاجه وبعد كده طلعناها من الثلاجه على الغدا على طول بعدين بقى بنزل بيها كده في الدقيق خلوا بالكم انا عايزه بس الكاميرا تيجي معايا هنا عشان ايه اوريكم انا بقلب الفراخ ازاي لان اهم حاجه في القرمشه وفي الكفر الخارجي بتاع الفراخ تقليب الفراخ الفراخ وانا بقلبها ايدي ما تلمسش الفراخ ايدي ما تضغطش على الفراخ بطراطيف صوابعي دولت بالظبط بطراطيف صوابعي دولت وابتدي كده اعمل بالشكل ده برافو تمام عليك برافو عليك. عشان ادي للفراخ كفر حلو مش اللي هو كفر لازق عليها كده وناشف كده ويعني شكله مش حلو احنا عايزين الكفر بتاع الفراخ اللي جاهزه بتجي لنا من بره عايزين كل مشاهدينا يتابعوا قناه حسناء ويا ريتك يا حسناء تقولي بقى اسم القناه بتاعتك من بيت حسناء زهره قدامكم على الشاشه هي زهره قدامكم على الشاشه هي غنيه عن التعريف بصوا بقى الفراخ بنطلعها من الديب بنعملها بالشكل ده شكل ده كده نمسكها كده من فوق نعملها بالشكل ده كده ادي الميه كده بصوا بتلاقوها عملت معايا ازاي من بره تمام خدت كفر كده طبقات بالظبط بنزل بقى في الميه كده على طول ميه بارده على طول يعني تكون ساقعه تقصدي تكون ساقعه تكون ساقعه جدا مثلجه يعني وفي الميه اختلاف لغات مثلجه يعني لو فيها ثلج يكون افضل كمان يا ريت لازم تكون بارده جدا جدا اهيت بنزل برده بالفراخ كده اهي نفس النظام وعلى طول على الزيت بقى بتاعنا وريهم بقى كده شكلها بصوا شكل الفراخ بتاعتي الكاميرا بس تتقرب معايا هنا هوريكم الفراخ بتاعتي عامله ازاي من بره حسناء احنا الوقت البرنامج يكاد يكون انتهى وريهم بقى الفراخ اللي استوت عايزين بس وريهم بقى كده احنا هنحطها في القلايه بقى كده وريني بقى وريني حسناء كده الفراخ اللي استوت اهي الفراخ اللي وريني درجه القرمشه بتاعتها عيوني الاثنين حاضر ساره مصممه تعمل ساره بتساعدني يا جماعه ساره ما شاء الله عليها يعني متعاونه وريني درجه القرمشه بصوا بقى بصوا عايزه مجموعه حلقات ساره بصوا هنا معايا الفراخ بتاعتي عامله ازاي اهي لا لا القرمشه كده بصي اسمعوا معايا ما شاء الله لا لو كسرتي هبان تمام لهم كده افتحي حسناء انا متعوده امسك كده الفراخ اسمعهم القرمشه عشان سخنه بس ايوه بصوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله مستويه جدا طبعا في نهايه برنامجنا ساره يا ريت تختمي يا ساره معانا معلش الوقت انتهى حقيقي بنشكر حسناء طبعا لسه كنت هقول حسناء حقيقي ما يكفيهاش حلقه حسناء حد كبير محتاج كتير صحيح علشان خاطر يدينا اللي عنده وان شاء الله هنطمع في تاني وتاني من عندها إن شاء الله باذن الله. وانا مبسوطه قوي في اول حلقه ليا معاكم انا حاسه ان انا بقيت جزء منكم وانتم بقيتوا جزء مننا عاجبني قوي الجو ده وان شاء الله هستنى تعليقاتكم وهستنى من خلال صفحتنا ان شاء الله ان شاء الله على برنامج برنامج جدد حلمك
وطبعا انا بحب اقول لكم كمان ان مش اي حد يقول انا ما اقدرش اعمل حاجه. عندكم حسناء من بيتها عملت مشروعها وقدرت تطور من نفسها، فيا ريت ما تقولوش مش هنقدر، لا احنا هنجدد حلمنا ونعمل اللي احنا عايزينه، ومش هننسى مبادرتنا جدد حلمك اللي بنقدر نستضيف فيها اي حد، ورقم المبادره بينزل على الشاشه. مع تحياتي ماجده شرف وساره شاهين، باي باي. شكرا يا حسناء، مع السلامه.